فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان الإنسان لا يعبد الله بهذه الطريقة الهيئة التي هي كونه كأنه واقف بين يدي الله وأنه يحسن في عمله ويتقن عمله ويؤديه على التمام والكمال لأنه واقف بين يدي الله، فإن عليه أن يستشعر بأن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية وأنه سيثيبه إن أحسن ويعاقبه إن أساء، فذلك يكون دافعا له على الخوف من الله وعلى الرهبة من الله وعلى البعد عن الوقوع في معاصي الله، لأن الله عز وجل مطلع عليه وهو سيجازيه على ما قدم، إن أحسن يجازيه بالإحسان وإن أساء فإنه يجازيه بما يستحقه من العذاب سواء كان في الدنيا أو في الآخرة.